بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام، السلام عليكم ورحمته وبركاته ورضوانه. أما بعد، نتناول بعجالة مسألة الجهاد. الجهاد ليس جهاد وميداني فقط عسكري، بل الجهاد يبدأ من في ذروته جهاد النفس، وهذا من السنة والسيرة تؤكد لنا ذلك. من بعد من رجع النبي عليه الصلاة والسلام من أحد الغزوات قال: من كنت ما معنى جهاد أصغر، واليوم تدخل الجهاد الأكبر وهو جهاد النفس. لأن النفس هي ليست مستقلة، ما فيهاش حرية مطلقة عند الإنسان. الإنسان هو ابن بيئته، هناك ضغوط، هناك حدود، هناك قوانين، هناك تهديدات، هناك مغريات، عدة أشياء تجعل الإنسان غير حر. لذلك ولا الجهاد جهاد النفس مطلوب، وهو يكلف صاحبه كلفة كبيرة. وإذا كان الإنسان يحب يكون مسلم ما يلزمش يترك جهاد نفسه، لأنه نعرف النفس تجم تكون أمارة بالسوء، تجم تكون لوامة، تجم تكون مطمئنة. المفيد أعلم الإسلام اللي قاعدين يحاربوا بينا قاعدين في جهل كبير مطبق، لأنه لا يعلمون عن الجهاد إلا ما ظهر من كما ظهر قمة الحبل الجبل الجليدي، والناس غافلين عن ما تحته. المبيد الجهاد احنا نربي عدونا، لأنه احنا مرت بنا ملا قرون، والناس من حولنا من يتفننون في إرهابنا وفي تشتيت شملنا وفي إلهائنا بما لا يجوز وفي قمعنا وفي حرماننا من حقوقنا ومن حرياتنا ومن عزتنا ومن ومن. كيف ترضون لأن لنا أن نترك ما بقي لنا من جهد للجهاد هذا العدوان؟ يعني شغل الغرب والشرق تفننوا في منا بتر منا الجهاز الإسلامي، يعني جسم إسلامي بوتيا وأصبح جذابا. واليوم فما ناعقون ما عندهم شغل إلا بالقدح في الإسلام عن طريق ما تبقى له من ميادين الجهاد. فالجهاد الميداني العسكري، الغرب والشرق لهما كل نفس تعتيما أن يرهبوننا به. فلما بقي من الشباب بقية فقهت معنى الجهاد، أصبح هذا الواقع يرهب من كان في حرب لنا. إذن يا من تدعون السلم وتدعون الإنسانية وتدعون التسامح، ما رأينا من ذلك شيئا، بل أراد الله أن يضحكم وكان كيدكم في نحركم. خاصة تجلى ذلك في الحربين العالميتين، وتعلمون ما أبقت تلك الحرب من جراح ومن ألام ومن مخاوف عندكم لا عندنا. نحن أهل الإسلام، نحن أهل السلام، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. أما إذا ضاق بنا السبل ولم تترك لنا أي مجال التنفس والتحرك والإصداع بالحق وتعيين الحلال وتفضيل هذا الحلال عن الحرام، فتصبح عدوانيتكم من المفضوحة تماما. يعني إذا كان شباب منام فيه روح الجهاد وهي صغيرة بالنسبة لما يجب أن يكون عليه الجهاد في هذا العصر، أنتم منا تريدوا أن تضعون لا فضيحة لنا، لأن الله منا هو قال لنا ترهبون بعدوكم وعدو الله وعدوكم وآخرين من دنيا لا تعلمونهم الله يعلمهم بعين، وأنتم من تنعقون أنتم مستهدفون من طرف الله في غضبه وأليم عقابه. ولربما تكون منياتكم مع يد هذا الشباب الذي أردتم أن يكون تحت
تحت سلطانكم وتحت إيحاءاتكم الجهنمية الشيطانية الإبليسية، ستنعمون بنهاية قبيحة ونهاية فاجعة، وتدخلون قبورا إن أمكن لكم ذلك، وهي بؤر من بؤر جهنم وبئس المصير. أما نحن فنحن طلاب حياة كريمة هنا، وطلاب حياة من باقية في جنة الخلد، ولا لا سبيل إلى المزيد من الحديث. ولا أذكر لكم قليلا من كثير الحور العين، هؤلاء الشباب حرموا هنا من أبسط الحقوق، وليس فيهم إلا القليل الذي يستطيع أن من يتزوج. فالله أراد لهؤلاء أن يذهبوا على طريق الاستشهاد في سبيله، لكي ينعموا بالحور العين والمقام الرفيع عند ربهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم، والسلام على من اتبع الهدى.